ضيفنا عزيز وغالي وغالي. شهر الفضيل قدره عالي، يحيا فيه الدين وحوالي، يجعل صيامنا يا سيدي، يجعل صيامنا في الجنة. احنا صايمين رمضان وجا وشحال وحنا مستنيين، مرحبا في العينين لس الكل مهنيين، هذا هو شهر الرحمة أجر بركة وجو زين، دايما فرحتي مدينة قايمة وباك علينا نايمة، يا ربي دومها يا ربي فرحنا بربي، دايما فرحتي مدينة قايمة وباك علينا نايمة، يا ربي فرحنا. بشرى على هذه الأمة في شهر الخير والرحمة رمضان رمضان، تحلى السهرة في العومة كبار وصغار ملمومة، ضحكة في وجوه مرسومة في رمضان رمضان، صيام قيام بهم منجيبوا الأجر، نفوتوا أحلى أيام بهم نتعلموا الصبر، بسحور مع الفجر حتى الفطور والسهر، يا ربي توب علينا في الآخر من ألف شهر رمضان، هلالك نور شهر التوبة والغفران رمضان، هلالك نور وبان رمضان، شهر التوبة والغفران رمضان، هلالك نور وبان رمضان، شهر التوبة والغفران، دايما فرحتنا ديما قايمة بارك علينا ملايمة، يا ربي دومها يا ربي فرحنا. بالأمس تحرينا هلاله وليلته وقلنا بسم الله نبدأ هذا الشهر الفضيل أفضل الأشهر وفرحنا بلمته، واليوم رانا نتحرّوا في هلال شوال وهلال عيد الفطر اللي اليوم أمسيتنا، اليوم راح نتحرّوه ونشوفوا إذا كان غدوة يوم العيد ولا يوم السبت، ونشوف إذا كان اليوم آخر عدد من رمضان هذا الصباح أو سنلتقي غدا. صباح الخير عليكم ومرحبا لكل هاد الناس اللي تابعنا في هذا الصباح وكل اللي تابعتنا في شهر رمضان الفضيل. نقول لكم باللي اليوم راكم حاضرين معنا في آخر عدد فيما يخص شهر الفضيل هذا من رمضان هذا الصباح، نتمنى أنه كنا خدمناكم في هذا الشهر الفضيل كما يجب، نتمنى أنه لحقنا لما كنتم تتمنوا وما كنتم تريدون رؤيته ومشاهدته ومتابعته من خلال هذا البرنامج في كل المواضيع اللي كيفناها وتشاركنا على تقديمها لكم بأحسن طريقة ممكنة. اليوم عدد ختامي راح يكون تمهيدا لعيد الفطر المبارك، فخلينا يا ناس طيبين نشوفوا عناوين نهار اليوم. تحلو أعدادنا ولا يحلو برنامجنا إلا بذكر الحق والكلام الحق والكلام الطيب ليصدر من صوت براعم الزاوية البلقيدية مع حضرة كتاب الله. أعود
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد والمشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نغموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النار ذلك الفوز الكبير. إن رضي ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفار ودود العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم أبلغ رسول المستوى الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. مشكورين هذا البراعي من الزاوية البلقيدية على هذا الترتيل الطيب لي خلينا نقولوا يعم نوع من البركة في هذا العدد قبل فقرة الدين معاملة. تفضلوا معنا. الدين معاملة اليوم الخميس ونهار اليوم مع الأستاذ الشيخ اللي أكرمنا وتكرم علينا بعلمه طيلة شهر الفضيل ونورنا بابتسامته وحضوره الدائم معنا الشيخ أحمد بن بلخير. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. نورنا في هذا الصباح شيخنا. بالأمس فقط كنا نتحروا الشهر الفضيل، اليوم نتحروا هلال عيد الفطر وشهر شوال. ومن الحاجات الجميلة جدا أنه وحكمة الله عز وجل أنه فيه عبادات اختص بها شهر رمضان الفضيل، وسبحان الله مباشرة بعد انقضائه تحرم كالصيام. نعم. تحرم صيام يوم عيد الفطر صح. نعم. وكذلك سنة عبادات أخرى منها زكاة الفطر ومنها بعض العبادات وكذلك آداب وتصرفات لعلى المؤمن والمسلم أن يقوم بها في ذلك اليوم. أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحباب المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مسألة الانتقال من العبادة إلى العبادة لا تنقطع، إلا أن هناك عبادة ظاهرة تتجلى مثلا في هذه الشعائر العظيمة التي يقتبس منها الإنسان المسلم شعلة يسير بمقتضاها إلى الله سبحانه عز وجل فيترقى في المراتب تقربا إليه سبحانه وتعالى بمعزل عن عزل الشهوات التي قد تعيقه عن ربه سبحانه وتعالى. فعبادة الصيام انقطاع عن الطعام شهوة البطن والشراب كذلك وعن شهوة الفرج ليتخلص وتتحرر روحه لترتبط بالملأ الأعلى عند الله سبحانه عز وجل. كذلك في هذا اليوم نحن نعلم بأن الإنسان عموما بل المخلوق عموما دائما يبحث عن عوامل سعادته،
ولو كانت هذه السعادة، لو كان لهذه السعادة سوقا تباع فيه لبذل فيها الناس أثمن ما يملكون. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأنه لا يمكن أن تتحقق السعادة إلا بالإقبال على الله سبحانه عز وجل وورود جنته، فعند ذلك تتحقق السعادة المطلقة التي لا شقاء بعدها. فبهذا المعنى نقول بأن أن الزكاة أو أن العيد إنما شرع لتعم هذه المعاني. وفي هذا طبعا يقول بعض العارفين بأن السعادة لا تعني جمع الثروات، لا تعني جمع الثروات، بدليل أن المثرين في الحياة الدنيا لا يمكن أن تتصور بأنهم قد ملئت قلوبهم سعادة، إلا أنه بالنسبة للمسلم إذا تحدثنا عن السعادة بالنسبة للمسلم فإنه يلقاها كما قدمنا في إقباله على الله سبحانه عز وجل وتشبع قلبه بالإيمان الوثيق بربه سبحانه عز وجل. فهذه إذا تحقق هذا المعنى، إذا تحقق ارتباط العبد بربه سبحانه عز وجل، كانت هناك علامات على استقرار معاني السعادة في قلب العبد. اللهم ارزقنا هذه السعادة. طيب شيخنا، إذا حل غدا إن شاء الله يوم العيد الفطر المبارك، ما هي التصرفات ولا ما هي الأداب التي على المؤمن أن يتحلى بها في ذلك اليوم؟ نعم، إذا من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها العبد وهو يستقبل هذا اليوم المبارك، أولا لابد بأن يقبل على التكبير لله سبحانه عز وجل. وأنت تعلم بأن لفظ التكبير لفظ خاص، حتى أن العلماء لم يجيزوا في افتتاح الصلاة بقول غير الله أكبر، ولو حمل هذا اللفظ معاني التكبير. فلا يجوز لك حينما تقبل على الله في الصلاة أن تقول الله أعظم، صحيح، او الله اكثر جبروتا، او الله ارحم. لا بد ان تعتني بهذا اللفظ، طيب، وان ترفع يديك ثم تكبر الله اكبر، اي ان تعلق قلبي بالله سبحانه عز وجل اكبر من كل اعتبارات الناس على اختلاف مشاربهم وتنوع مذاهبهم، فالله اكبر من ذلك، الله أكبر من هذا. فالتكبير يبدأ منذ غروب آخر غروب شمس آخر يوم من رمضان، حتى يخرج الإمام، يعني التكبير مشروع حتى يخرج الإمام إلى الصلاة، فإذا كبر كبر المسلمون معه، لكن يسكتون، إذا خرج يسكتون، فإذا كبر يكبرون في تناسق محكم بين المسلمين كما نشهد في مساجدنا. نعم، صح. فمن السنة ومن الهدي، هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أن يكون التكبير رتيبا، صحيح، منظما، بنسق واحد، بصوت واحد، أيوة. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. وهناك صيغ كثيرة في التكبير، ورد بعضها عن ابن مسعود، وورد البعض الآخر عن ابن عباس، وورد البعض الآخر عن سلمان الفارسي، في أحاديث متفرقة في الصحيح إن شاء الله تعالى، لمن أراد أن يتحراها فليبحث عنها في مظانها وأماكنها إن شاء الله تعالى. إذن هذا الأدب الأول، أدب التكبير لله سبحانه، تكبير الله سبحانه عز وجل في هذا اليوم، في صبيحة هذا اليوم. كذلك من الآداب المشروعة أن الإنسان لا يخرج للعيد، خاصة عيد الفطر، حتى يطعم شيئا، ومن الأفضل أن يكون حبات من التمر، أن يطعم ولا يخرج طاويا. كذلك من الآداب المعتبرة في هذا اليوم التطيب والاغتسال، التطيب والاغتسال. والتطيب نعني به أن يمس من الروائح الطيبة،
العبقة أفضل ما يجد وأن يلبس أفضل ما يجد، يعني يظهر فرحته بالعيد. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت العلماء يستحبون التطيب والتزين، أو كما قال رضي الله عنه ورحمة الله عليه. فمن هذا الباب نقول بأننا مطالبون شرعا بأن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يعطي اهتماما خاصا بهذه الأيام. أكيد. بهذه الأيام وهذه الشعائر التي يتميز بها المسلمون دون سواهم. كذلك من الآداب المعتبرة في هذا اليوم أنه إذا خرج من طريق يرجع من طريق آخر. وقبل أن نأتي إلى هذا الموضوع، لهذا الأمر، لابد أن نذكر بأن التكبير لا يقتصر على الرجال. لا يقتصر على الرجال، بل يعم كل المسلمين، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. وهذا ثابت في الصحيح، بأن النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان ويكبرن خلف عمر بن عبد العزيز جهرا في المسجد، فلا يستثنى منه أحد التكبير. إذا نرجع إلى الموضوع. تفضل. قلت بأنه من الآداب المرعية في مثل هذه الشرائع والشعائر الإسلامية أن الإنسان إذا خرج من طريق يعود من غيره. طيب. طبعا لحكم متفرقة، من بينها قال العلماء بأن الإنسان إذا مر على مكان فصادف حجرا أو شجرا أو أي شيء شهد له يوم القيامة، وهذا من الفضل الكبير. هذا من الفضل العميم والعظيم بالنسبة للمسلم. كذلك قالوا بأنه من بين الحكم أنه إذا خرج من طريق ربما لقي أناسا، فإذا عاد من طريق آخر لقي غيرهم حتى يهنئهم بالعيد. والتهنئة بالعيد كذلك سنة مضطردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحواله عليه الصلاة والسلام وفي تعاملاته في مثل هذه المناسبات الجميلة. جميل جدا. كذلك لابد من استحضار بعض المعاني في العيد. طيب. من بين كذلك الأحكام المتعلقة بهذا العيد أن الإنسان من السنة أن يمشي الإنسان ولا يركب إلا لعذر، يعني من كانت له دابة كسيارة مثلا أو غيرها فإنه يستحب له أن يمشي، طبعا وإن جاء على سيارته أو في سيارته أو على أي وسيلة من الوسائل جاز ذلك، ولكن نحن نراعي الأفضل في ذلك. الأفضل في ذلك. من بين المعاني التي يجب أن تترسخ كما قال بعض أهل العلم، قالوا بأنه لو كبرت قلوب المسلمين كما كبرت أيام العيد لغيروا وجه التاريخ. ولو اجتمعت كلمتهم ورؤاهم وأهدافهم كما تجتمع أبدانهم يوم العيد لهزموا جحافل أعدائهم. سبحان الله. صح. ولو تصافحت قلوبهم كما تتصافح أيديهم يوم العيد لانتفت عنهم أسباب الخلاف والفرقة والنزاع. صح. ولو تبسمت نفوس أرواحهم كما تتبسم شفاههم لكانوا في الملأ الأعلى عند الله سبحانه عز وجل مثل الذين يسبحون الله في السماء لا يفترون. ولو أنهم ضحوا بأنانياتهم كما يضحوا بأنعامهم يوم العيد لا طبعا لكانت أيامهم كلها أعيادا. ولو أنهم لبسوا أحسن الأخلاق كما يلبسون أفخر الثياب لأعيادهم لكانوا أجمل أمة أخرجت للناس. جميل جدا. شكرا لك شيخنا، جزاك الله كل الخير. الله يدوم أعياد المسلمين والجزائريين. إن شاء الله هذا رمضان يتقبل منا كما قاموا الناس ووفقوا لقيامه وصيامه كما يجب. إن شاء الله أن الله عز وجل يتقبل هذا العبادة كما يجب، وأن
خلينا نقول يحقن دماء المسلمين في كل هذه الأرض. إخواننا في السودان ما نساهمش في هذا العيد، الله يجمع كلمتهم ويلم شملهم، إن شاء الله يجعل هذا البلد آمن مطمئنا وينزل علينا الغيث. هذا واش نقول في هذا اليوم المبارك. شكرا لك شيخنا، جزاك الله كل خير شيخ أحمد بالخير على كل ما بذلته طيلة هذا الشهر الفضيل. المشاهدين يبلغوا لك سلامهم، يقولوا لك شكرا لك على كل هذا الكلام الطيب اللي كنت دائما تفتح به أيامنا في رمضان هذا الصباح. ربي يبارك فيهم أجمعين ويبارك فيكم أنتم كذلك، لأنكم أتحتم الفرصة لكي نتواصل مع الناس، فجزاكم الله سبحانه عز وجل عنا كل خير. ولهذه القناة المباركة إن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه عز وجل أن يسددها وأن يوفقها لعمل الخيرات والإقبال على الحسنات ورفع الدرجات والذكر بين إن شاء الله تعالى سائر القنوات العالمية إن شاء الله تعالى. آمين آمين، آمين والحمد لله رب. إن شاء الله بارك الله لك في علمك حتى نستفيد منك أكثر. شيخنا أحمد بالخير، شكرا لكم كذلك يا ناس طيبين. الجميل جدا أنه من السمن من العادات خلينا نقولوا الجزائريين اليوم أمسية اليوم تكون في حملات تنظيف في مساجدنا. الشباب المتطوع يقوموا بحملات تنظيف ونشوفوا المساجد تاعنا على أجمل صورة وأجمل هكذا طلة، والناس تحضرها في جو جميل جدا. من بينهم مسجد الحسن باي من أقدم المساجد في الجزائر في مدينة قسنطينة. ناسنا في قسنطينة يزوروا بزاف هذا المسجد في صلوات العيد وباقي الصلوات. زميلنا محمد بوحصان من ولاية قسنطينة كان تكرم علينا بهذا الروبوتاج الرائع جدا حتى نستكشفوا معنا ونكتشفوا مسجد الحسن باي. تفضلوا معنا. مسجد حسن باي تحفة فنية معمارية على شكل مستطيل يقع بمحاذاة قصر أحمد باي بوسط مدينة قسنطينة، ولا يزال قائما ومحتفظا بمكانته. الزخارف على الجدران والمحراب والأعمدة الرخامية في أجمل حلته، وهو بجانبه قصر أحمد باي. وهذا المسجد مر عليه كوكبا من المشايخ من الأئمة في هذا المسجد الذي يسمى حسن أو حسين باي والملقب ببوحنك، والذي حكم هنا بيلق قسنطينة من سنة 1713 إلى سنة 1736، وهو أطول حكم هنا لبيات قسنطينة. أحمد باي يأتي من القصر ويدخل يصلي هنا في حسن باي في المسجد هذا ويعاود يرجع للقصر على طريق خاص به. المسجد بني من طرف كاتب حسن باي من الحجارة والعرعار، صلت فيه بعض الشخصيات البارزة، ولكن بناه باش كاتب تاعه اللي هو جلول في سنة 1730، ولكن بطبيعة الحال نسب إلى هذا الباي. هو بني بطريقة البناء لتلك الفترة اللي هي بالآجر وبالحجارة وكذلك بحجارة الواد وبالعرعار بالنسبة للأسقف. صلى فيه في أواخر الثمانينات الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد عليه رحمة الله، كان في بالمناسبة في العشر الأواخر من رمضان 27 مر من هنا فدخل المسجد وصلى التراويح مع الجماعة. كان الإمام الشيخ المعاوي عليهم رحمة الله جميعا. حول إلى كنيسة وأدت أشكال التحويل إلى ترك أضرار منها تنحية المئذنة والمدرسة القرآنية. في سنة 1839 حول إلى كنيسة ثم بعد ذلك إلى كاتدرالية، وأشغال هذا التحويل دامت إلى سنة 1859، ولهذا لم يتبقى منها من المسجد الأصيل إلا هذه القاعة، قاعة الصلاة. أشغال التحويل إلى كاتدرالية وكنيسة كاثوليكية أدت إلى محو هذه المئذنة وهذه المدرسة. مسجد حسن باي يعد من أرق المساجد يلجأ له الكثير من المصلين نظرا لموقعه الاستراتيجي الجيد وتاريخه الكبير. الجهاز الهضمي مثل ما لازم نحضروه لشهر رمضان الفضيل لازم نحضروه لنهاية شهر رمضان الفضيل، هو الدخول والانقلاب خلينا نقولوا النظام الغذائي ديالو في العيد الفطر والأيام اللي راهي مقبلة علينا. صباح الخير. صباح النور.
اهلا. صحه رمضانك. صحه رمضانك الله يسلمك صلاح، وبينتو صحه عيدكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نعم مرحبا بك. الله يخليك. رانا متفاهمين اليوم في الالوان، رانا القلوب عند بعضها، القلوب عند بعضها. يعيشك ما شاء الله عليك. نعم تفضلي. موضوعنا اليوم كما قال لك صلاح هو كيفاش نجهزوا يمكن ليستوما تاعنا، نعاودوا نوليو ناكلوا ثلاث مرات مع انه كنا ناكلوا مره او مرتين فقط في اليوم. نعم شوفي 30 قولوا 29 يوم و 30 يوم عندنا نظام غذائي سبيسيال. دوكا دو جوغ او لوندما رانا رايحين نبداو من الغذاء سبيسيال نروحو ان اوتر ريتم، دونك سا فايتخ ديفيسيل. سي بور سا لا بروغريسيون تجي بالعقل بالعقل، ماشي لو ميم جوغ نعاودو نولو العادات تاعنا اللي قبل رمضان ونديروهم اون ان سيل جوغ. لا بروميير دي شوز كي نهضرو على هاد الاشياء لازم نهضرو على عمليه الهضم عند الانسان. نعم على عمليه الهضم عند الانسان كيفاش تندار. الانسان راهو رايح ياكل الاكل، والاكل راهو رايح يكون في الفم، لازم يتمضغ مليح، ولازم الاكل هذايا يكون مشمخ باللعاب، واللعاب فيه انزيمات، والانزيم هي لاميلاز اللي راهي راح تكسر لنا السكريات الى سكريات صغيره على هذيك السكريات المعقده الى سكريات بسيطه. صحيتي. ومن بعد عندما يبلع الانسان الاكل تاعو راهي راح تكون عندنا المارع يتحل، يكون مغلق يتحل، يروح او نيفو دو ليستوما، وفي ليستوما كاين لاشيل او لاسيد كلوريدريك هو اللي راهو راح يكمل العمليه تاعو. من بعد تتحل البوابه اللي هي لو بيلا ويهبط عند المعي الدقيق، والمعي الدقيق ثم يزيدوا افرازات واحد اخرين. الافرازات واش هما تاع البنكرياس اللي هي لا ليباز اللي راهي راح دير لنا لو غران لي ليبيد راح تقسمهم لنا الى دي اسيد غرا صغار. عندنا لاميلاز زيد تكمل تمد لنا الجلوكوز، وعندنا لي لي بروتياز هما اللي راهم رايحين يزيدوا يسانديو لنا هذوك لي بروتيين اون اسيد اميني. داكور. باش تجي عمليه الامتصاص داخل مع المعي الدقيق ويدخل داخل الدم. هذه يعني التسلسل الهضمي كما نسموه. نعم. يعني المرحله التسلسل الهضمي. طيب بعد يكون هناك الفضلات راهي راح تكون الفائض اللي ما لم يتم امتصاصه في المعي الدقيق، الحاجه الالياف وكامل اللي يكون ما يسحقهاش جسم الانسان راهي راح تروح في الفضلات. اوكي. نعم داكور. دونك اذا كان في هذا الفتره تاع لا ديجيستيون يكون صوتا خطوه مرحله خطوه من هذوما راهو رايح تصرى لنا اون انديجيستيون، ولا كيما نقولوا حنا اللقيه، ولا كيما نقولوا حنايا اون انديجيستيون نهار العيد. سوء هضم. نعم سوء هضم. تري بيان. دونك اذا كان هناك سوء هضم نهار العيد باسكو اون دي زيتاب هذه الا ايتي صوتي شغل صوتيناها. دونك لا بروميير دي شوز انا واش ننصح الناس انهم يمضغوا مليح. هضرنا على المرحله الاولى نهار العيد الانسان لازم يمضغ مليح، الانسان ما ياكلش ضربه واحده، هذه هي الموعظه دون تو سا. والانسان كذلك يشرب شويه ماء. علاش نقولوا ما تاكلوش كلش ضربه واحده؟ باسكو عندما ياكل الانسان راه رايح يروح للمعي الدقيق كميه كبيره من الاكل، اي اوتوماتيكمون ما راهمش رايحين يكفيوهم لي زونزيم بانكرياتيك، ما راهمش رايحين يكفوا لهذيك الاكل. دونك اوتوماتيكمون واش يصرى لانديجيسيون كما قلت انت سوء الهضم. الوغ الانسان واش راه راح يصرى له؟ يصرى تقعد لو اون بول صادير تجيه غمه هنايا، الانسان راهو رايح يكون عنده تقيؤ، لا بليبار دو طون يقول لك تقييت بعد الماكله تو سا، الانسان راهو رايح يحس حريق حرقه في المرء، الانسان باغ لا سويت تزيد تجيه الاسهال اللي هي لا ديغي كيفاش يقولوا حاشاكم. دونك الانسان انا واش ننصحوا يوم العيد؟ لا بروميير دي شوز انا ننصح الناس بالسحور، دايوغ يقولوا في السحور بركه. بوركوا؟ حتى في ليله العيد. نعم باسكو راك حتى هي سنه يعني تسحر في اخر. فوالا في السحور بركه. نعم سي بور سا الانسان ديجا يكون كلا، دونك راهو رايح ياكل لا جورني ما راهوش رايح يلهف على الماكله. ماهوش رايح ياكل على الماكله، دونك اوتوماتيكمون كي يتسحر الانسان راهو رايح
عندك ينوض بكري سي فري كو الناس لا بليبار دو طون يروحوا للصلاه صلاه العيد توسا دو بريفيرونس انا ننصح الناس يبداو افيك اون تيزان ماشي قهوه باسكو قهوه ثاني تزيد لاسيديتي ولو انه توحشناها اصبحها حليب ثاني يزيد يدير البالونمون حنا نقولوا لو بروميي جور بعد بار لا سويت الانسان يدير واش يحب يسقل يتاقلم كان ريجيم ساك ومن بعد يولي ريجيم بلوز ادابتي من بعد ابري سا ياكل كلك صابلي دي غاتو ولا الى قدر كما يقولوا البقلاوه ولا المقروط فيهم بزاف العسل فيهم اللوز الجوز هذا العشيه فوالا دو بريفيرونس لا لا العشيه فوالا قلت لك ما تنحيو من الناس خلاص ما نحيوهمش كوبلي وشنو يقدر الانسان ياكل ايا وقت الا ما شبعش الا صاب روحو ما شبعش او ان فروي لو ماتان مليح الوغ اونتر طون يشرب الماء بكثره باسكو تصرا اون بيتيت ديزيدراتاسيون دونك دو بريفيرونس يشرب الماء مليح في الفطور على بالي كاع العائلات الجزائريه امر حين ياكلوا بلا تراديسيونيل انت واش دير دكتور انا جينيرالمون كوسكوس كوسكوس تري بيان طعام خاصه اللي طاح يوم جمعه تما طعام حاضر 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 دونك كيما قلنا لا سالاد لازم تقعد لا سالاد هي فوالا بالنسبه ل صادير كيما قلت انت الكسكس ولا البلا تراديسيونيل رشته تختو خلاص كيما نحبوا حنايا دو بريفيرونس لا طوماط لا لا باسكو فيها بزاف لاسيديتي صوص بلانش كيما نقولوا عندك يفو الانسان يكثر من لي ليغوم لي ليغوم الانسان كما قلنا ياكل بالعقل نهضرنا باش يفيتي هذيك ليتاب الاولانيه يزرب ويهبطت الماكله ضربه واحده ولي غاز يدخلوا وميم طون يمضغ مليح ما ياكلش ويشرب ما ياكلش ويقصر بيان سور ما يكثرش الهضره باسكو على بالي لما توصل الانسان يهضر دونك il va finir avec un fruit de préférence ماشي لي فلان هذوك ولا لا باتيسري ولا حاجه تري تري سكري باسكو ناكلو صالي ونزيدو موراه لو سكري تصرا بيناتهم تفاعلات واوتوماتيكمون الانسان راه راح تجيه اللقيه ولا لانديجيستيون بور سكي القهوه اون va partir القهوه كيما قلتي انتيا شويه شويه برك يقول لك شويه ربي وشويه القهوه لا ان بيتي كافي ولا حاجه خفيفه العشيه فوالا الانسان اننا ننصحو بوكو بلوس انه يمشي يفو مارشي باش الماكله ثاني هي تمشي و بور العشاء بيان سور دو بريفيرونس نكملوا افيك لو ميم ريتم تاع رمضان لا ميم اوغير ماشي كيما يعني من فوالا من ديكاليش يعني في الليل فوالا اي سيت فواسي ماشي الشوربه والبوراك ان سوب ليجير حاجه جو سوي سور كو الانسان يكون ديجا شبع وي جو بونس كو اي فا با اكزاجيري في الليل الجزائريين في العشاء يجيبوا شوا ولي ساندويتش ولادهم واش لموا في النهار يروحوا يشريوا اللي باعوا ايه الشوا باغ اكزومبل مليح راهو ناشف معليش دو تيل فاز مي الانسان ما يكثرش منه اسمه لا كيتشوب مايونيز ولا موتارد هذوما طيب انا عندي سؤال ربما نختموا به انه يلا معليش تفضلي زهره نعم نروحوا نشوفوا مع بعضنا لي سونور هل الجزائريين يتسحروا ولا يطبقوا يعني السنه في اخر يوم ان شاء الله اليوم يكون ولا غدوه في شهر رمضان نروحوا نشوفوا الشارع الجزائري زميلتنا امال بوعزه وجبتنا ولا نعاودها كاين اللي تلقاه مازال يسحر وكاين اللي يقول لك العيد غدوه يقول ما كان علاش نسحر على الاقل واحد ينوض يشرب الماء يشرب الماء يكون تسحر على التسحر ماشي قال تاكل تسحر باش شهر تاع رمضان تاك راك صمتو بصحه ولا لا 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 ما عندناش حنايا ما احنا في الدار نحكي لك على في الدار ما عندناش حنايا السما نرقدوا كي نعرفوا ليله الشكل غدوه ان شاء الله العيد نرقدوا من نوضوا غدوه ان شاء الله العيد نلبسوا الكسوه تاع العيد نصلوا صلاه العيد معروف انا عندي ما نطلقاش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تسحروا فان في السحور البركه نتسحر انا ما نكذبش نتسحر اول حاجه تمر بالبن والماء ولا نصبح اي حاجه زعما نقولوا بالحلويات اللي دارهم صباح ياكلهم ما فيها والو بنادم يتسحر هذه باش يفرح باللي يوم تاع العيد باللي خلاص جزاء تاع ربي جازينها العيد هذه هل الجزاء الاحسن الا الاحسان شو الدراري ياكلوا لو غاست كما يقولوا كما انايا ناكل طعام
بالزبيب واللبن ولا الرايب واش كاين في الدار ناكل ولا بالحليب هذا هو ناكله. مي كوم لي جان وكتعرفي يبغوا ياكلوا لي غاس شويه منا شويه منا شويه منا هذه ما اكلتها. حسنه اللي تسحر كيقولوا غدوه العيد هذا محافظه على الصحه. واش باش تسحروا الدراري يشريوا البريوش بالحليب وانا ولا درت الكسره نسحر بالكسره هكذا. هكذا عادة الجزائريين في ليلة عيد الفطر العديد منا أنه عندهم هذه الطبيعة يسحروا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنه كان يخالف رمضان شهر رمضان أنه كان في يوم عيد الفطر يأكل تمر ويخرج للصلاة، فهذا هو الإفطار تاعو. ولكن في العيد الكبير كان يصوم قبل الصلاة ويفطر من شاته يعني من الذبيحة دياله، ولكن عيد الفطر يخالف بحسب حديث لأنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج للصلاة كان يأكل تمر. نعم هذه. نعم شكرا لك صلاح على المعلومة. ونعود نرجع لك دكتور. إذا كي نديروا كما قال لك صلاح العادة مثلا رانا نشوفوا في الناس يقولوا واحد يقول لك أنا ناكل زبيب الرايب الرايب سي با تخلوغ ولا كاين انواع من الرايب، كاين الرايب اللي فيه بيفيدوس ارتي ريغولاريس مليح لجسم الانسان. جامي عرفت نفرق على هذه الامور وما عرفت. لا لا كي تشري زعما عند اللبان عند اللبان اش كيوير حنعرف. لا لا غلط كي نشري عند اللبان هذاك غير موباستر سي با الحليب تاعو ديجا ني با باستوريزي طبيعي طبيعي وهذا كيقدر يكون فيه ميكروبات ويكون فيه ديزانديجيسيون هو دو بريفيرونس حاجه كي باستوريزي اللي تصيبيها كاشتي اللي تجيبيها من المحل. مع انه كما الاطباء تنصحونا دائما بالطبيعي وبحاجه بيو بصح هذا ني با ماشي مغلي ما فيهش ني با باستوريزي دونك هذا كيقدر يزيد يمرضنا ويقدر يكون فيه ميكروبات يقدر يكون عندنا بزاف حالات تاع تسمم جو للبن ولا الرايب هذا اللي باسكو ماشي مغلي لا 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 الميكروب ما ماتش مازالو حي في هذاك ني. نحاول نرجع فقط لموضوع يوم العيد بما انه كان عندي سؤال قبل ما نسمعوا الاراء تاع الجزائريين. من عادتنا انه الدراري صغار يفرحوا بهذا اليوم وكي يشوفون فرحانين فحلويات محطوطة يأكلوا بدون توقف في الحلويات هادو كيفاش هل هذا قدر يأثر على أولادنا إلى أي درجة قدر يأثر عليهم وبواش نقدر نكلخلهم يعني نقول لهم لا لا ما تاكلوش. شوف هذه لازمك اخصائيه نفسانيه يعني ولكن من جانب صح معليش حنا نقدروا باغ اكزومبل كيما قلت انت نكلخو لهم ما نحطوش قدامهم لي غاتو كيلفو ودو بريفيرونس نعطيو لهم دي غاتو اللي ماهمش راحين يضروهم اللي ما فيهمش بزاف سكريات كيما باغ اكزومبل كيما قلت انت المعسلات وهذو دو بريفيرونس لا لا لي صابلي ولا حاجه بالشوكولا ولا يعني ما نكثروا لهمش بزاف يفو سافوار كاشي لي غاتو وماشي كل ما يجي ضيف يروحوا ياكلوا معاه ما يفو يسيي دو فيغ اون هيجين دو في لازم حنا نقدروا عليهم صح سي فري. نعم شكرا لك دكتور يعطيك الصحه على هذه النصائح على هذه المعلومات. انا زيد سؤال زيد سؤال واش محلوه تنصحينا في العيد؟ الصابلي والطابع مليح والطابع مليح ما فيه والو. شوف الاخ صلاح انا حبيت برك نقول لك حاجه التفاته برك تفضلي كل واش حبيت مي دو فاسون عقلانيه عقلانيه وخلي النهارات اللي بقاو كاين دوزيام جور تخوازيام جور كاين كاع كاين عائلة تاعي ماشي يحطوا لي نهار الاول كلش فوالا فو مونجي موديغيمون وتمضغ مليح ولازم تمشي شويه وتشرب الماء بور نو با سو ديزيدغاتي وهذا اون هيجين دو في شويه شويه. نعم كاخر سؤال دكتوره لانه الناس دروك يلفوك معنا وكل شيء وحده من الدار واش درتي في كاتو في العيد قبل ما نقول لك صحه عيدك؟ الاخت انا ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك نشريهم نستعرف بك هذه المرأة العاملة ما تلحقش صح ما عنديش يدي ماشي مصاوبين للكاطو كما نقولوا للعلاج يعني ما للعلاج للعلاج ما يصلح ليش في نعم وحوايج العيد ليا ولا الاولاد ليك ولا الاولاد بنتي صباغ او احنا طفل مازال ما شريناش اليوم تشريو ان شاء الله هما كوم سي دي جون ما يحبوش يعيدوا دونك اوتوماتيكمون جاب لي ربي وقيلا راهي رايحه ما فيهاش عيد داكوغ احنا نهنوك بعيد الفطر المبارك صحة كل عام وانت بخير كل عام ان شاء الله وانت بخير ونعاودوا نتلاقاو بعد رمضان في صباح الشروق باذن الله نعم شكرا لكم صحة نعم
نكون سعداء ولكن نحتاج المال حتى نشتري ملابس العيد. ملابس العيد هذا ربما هذه العادة عند الجزائريين، والكثير من الجزائريين يحبوا أنه يباركوا للعيد ديالهم باللباس الجميل خاصة عند الأطفال، ولكن الأطفال الكبار كذلك عندهم نصيب في حوايج العيد. نبدأ بك صلاح. والله ما شريتها. شوفي ما شريت تريكو. ما كفاش الوقت سبحان الله ما كفاش الوقت. أنا ما شريتش يعني. شريتي الناجي وإياد. أبي ناجي على غلا لا تاكس. سبحان الله. نعم مشاهدي الكرام تقدموا مكالمات تلفزيونية مع بعضنا نقول ألو. ألو صباح النور. أهلا بيك. واش راكي الاخت زهره؟ لاباس الحمد لله وانتيا؟ صلاح واش راكم؟ اهلا بك. واش فاكركم لاباس؟ وحشكم بزاف بزاف. توحشك الخير يعيشك يا درا. كيفاش جاز رمضان وحكي لنا عليك كيفاش جوزتيه؟ الحمد لله معكم نوره ما نقصرش. لا لا مرحبا بك نوره. بك نوره ولا حنا تاني توحشنا كينالما. والله شوفي الاخت زهره شوفي ملي دخل رمضان كل يوم نعيط صباح الشروق الو شاف ديما ما يكفيش الوقت شفتي؟ ما عصور تعطي غلبك اللي ما بكيش صباح ضربوك بعينك انت تحكم بزاف. انت تاع الفطار انت ماشي تاع رمضان. كيما تييت والله ما حكمت. نعم نوره والناس قصر الشلاله تاع الفطار ماشي تاع رمضان. نعم قولي نوره قولي نبداو مباشره الموضوع التفاعلي. اسكو شريتي حوايج العيد؟ انا والله ما شريتش مع ولادي مازال ما شريتش. ولادك شريتي لهم؟ شريت لهم ايه. خبيان انا نحب نعرف على الاسعار وش رايك كيف شريتي لهم؟ حنايا هنا والله يشوف غالية بزاف بزاف. الشوا ولك ولا بنتي عندها 5 سنين ربع ساعه توصل حتى 1200 1300. صح صح وحدها بلا حاجه تاخذ اخرى. فما بالك اللي عنده ربما ثلاثة وأربعة في العائلة دياله؟ بزاف والله قليل. والله شوفي الأخ صلاح غير سنة غالية بزاف 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 ماشي غير زعما العوام اللي فاتوا كانت مهمة زعما تقدري زعما تكسي بها واحد ولا مليون ونص تقدري بصح هذه خطرة بزاف. صح مع الأسف. نعم معليش والكاطو؟ لا الكاطو كاين غير احكي لنا أنا نقعد مليح واحكي لي. واش درتي كاطو واش درتي؟ درنا الاولى بقلاوه درت المقروط درت بطولات مسو درت شارك ايوا والذروقه اللي عندي شويه غريبيه والطعطابع. على بالك راني متاكده كون يقولوا ماشي غدوه عيد تزيد غدوه ديروا موديل. لا يقولوا غدوه عيد باش تحبسوا من كاطو. الذروقه اللي قلت لهم هذا لازم ندير شويه ذروقه غريبيه كش ما نزيد عندي شويه كوكا ندير شويه مشوك تعرف ما تحبسوا جاها يعني حاجه ما تبقى ما نزيدوا نهار يزيدوا الموديل معاه. سبحان الله اني السوق قالوا انت في النهار الاول تاع رمضان بديتي حلوه تاع العيد. اي والله شوف رانا نقولوا بالك ماشي غدوه بالك ثاني غدوه الا كان مش العيد ثاني كنا سبحان الله سبحان الله. ربي عينك ربي عينك. شكرا لك. ربي عينك يعطيك الصحة. شكرا نقولوا لك صحة فطورك. مادامني حكمتوا على بالي ما نزيدش نحكم. أنا؟ أو متخلص ما عادش ندير إهداء مادامني حكمتوا على بالي ما نزيدش نحكم. هي مالا اليوم قولي صحة عيدك للناس تاعك هاي تفضلي. صحة عيدكم كامل وعطلة سعيدة بالصيف. خاصة أنتم تعطاكم شروق بزاف بزاف نحييكم كامل المصورين المخرج الأخت زهور نحييها بزاف راني نتفكرها كي جيت واستقبلتني أنت يا الإيمة لطفي سمية كنت حابة ما نكذبش عليك كنت حابة نحكي معاها مازال اليامات إن شاء الله. مازال اليامات إن شاء الله سمية وكاع ناس قصر الشلة لا لو نوت فامي جمعي وخوالي وعمومياتي صحاباتي ام فاطمه نصيره ام حسنه فاطمه تاع نعامه والشله كلها الله كاع هذو راهم يحييكم كل يوم نعيطهم يلا غالب غير البارح كنت نهضر مع ام فاطمه كتقول رانا كل يوم نعيطهم يلا غالب. نعم هاك اليوم هاك حكمتي شكرا كامل. نعم شكرا ليك وتحيه كبيره ليك لكامل الناس يعرفوك وكل ناس قصر الشلاله. شكرا ليك الله يسلمك. صحه عيدكم صحه عيدكم راني نعيط ونحكم. نعم بارك الله فيكم منورين نشطتونا مع الصباح درتونا برامج هايله بنوركم. كل برامج هذه الخطره في القمه ونتفرجوا شغل الشروق هذه الخطره كاع ما نحيناها. يعطيك الصحه شكرا. هيا بالسلامه يا سلامه على خير وصحه عيدكم. شكرا ليك شكرا ليك. شكرا لكل الناس اللي تفاعلت معنا واتصلت بينا طيله الشهر الفضيل ونشكر كذلك الطاقم تاعنا تاع الاعداد اللي كان خدم عمل كبير في هذا رمضان في شهر رمضان الفضيل على راسهم زهور غربي حتى يقدموا لكم اجمل وافضل. نعم. المواضيع اللي ممكن نتناولوها معكم. نعم اكيد وبما انه اليوم عندنا موضوع اللي يحضر على كبار اسكو يشريوا العيد ولا ما يشريوش حنا لم نكتفي الا براي انا وصالح وفقط المتصلين بل رحنا حتى للشارع الجزائري لكرم وقراني في هذا الميكروفون جابتنا بعض الاراء عن كسوه العيد للكبار بعد هذا ليسون غنعاودو نرجعو لكم. تفضل. حنا الحوايج كنا نحسو لهم كي كنا صغار
كنا نفرحوا بالعيد صح، نفرحوا به والحنة هذه وهاد العفيسات وقاعدة التقاليد هذه كنا نفرحوا بهم. مي دوكا واحد كينا فلاني كبير شحال عياو يتكر، شحال عياو يتكر في العيد. نخلوه للصغار بصح انا وشي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في العيد البسوا الجديد. انا نشري قميص اماراتي ولا دفا ولا كويتي ونعيد به، ومن بعد الصيف ابري ان شاء الله تبان اشكو تشري كسواس. ايه بيان سور طافي نورمال، نحب نعيد مالغري يكون في عمري 100 سنه، نحب نعيد والدراري ماذا بيا دائما نحب نعيد طافي نورمال. هذه حاجه يعني مفروعه عليها يعني كاش من العاده، ميم كنت صغير نحس روحي توجور دائما مازال صغير حتى جوسكا لا فان دي موند كاين الموت خلاص. كي يكونوا دراهم وعلى لا كي ما يكونش ماذا بيا بنادم باش يفرح، كما العيد عند عيد فرح وعيد هو جزاء تاع الله عز وجل. ماذا به بنادم يحس بلي ماذا به يتمنى ربي يغفر له يكون باللباس بالقامي جديد ولا بحاجه مليحه. هذه هي نشري والله نشري كل عام نشري ويجيبوا لي الدراري الحمد لله. والله واش قلتي لهم شرو يشرو لك؟ ما نقولش انا ما نقولش، بصح اللي جابوا لي نفرح به والحاجه اللي نحب نشريها انا بيديا لوغو تاعي، وكي يجيبوا لي دي كادو نفرح بهم باللي كاين ويعرفوا لوغو تاعي ويجيبوه لي شباب. بيان سور بيان سور مازالني توجور نحب نشري تكسوة تاع العيد، والعيد نعيدو هذه هي حاجة جديدة علينا، تدخل علينا حاجة جديدة في العيد لازم نشرو، مازالنا في عوايدنا. هذه هادو هما اراء الجزائريين في ميكروفون الزميله اكرام مقراني اللي نشط هذا رمضان يعطيها الصحه. وشكرا لكل جزائريين تفاعلوا معنا. كما قال لك كي يكونوا الدراهم علاش لا اكزاكتلي ويكون الوقت يعني فقط للاشاره. الناس راهي ما نقولوش تهضر على الكسوه تاع العيد بصح برك اللفت والجريوات راهم 21000 و18000 سمعوا بينا بلي راح يديروا رشه طلعوا في لبسي يعني انكرويابل. يعني المواطن مش كيتش يوصل انه الكبار يتكساو صغار ويا ربي يعني صح صح كما قلنا اللي عنده واحد وجاته غاليه فخلي اللي عنده ثلاثه وربعه وخمسه ربي يكون في عون المحتاج والناس اللي ما لحقتش فيها ان شاء الله. ماشي غير المحتاج يعني المواطن حتى المتوسط الدخل راهو عاد ما عندوش سهوله يعني في مع الاسف تسيير هذا المصاريف. نعم مكالمه اخرى نقول الو صباح الخير. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ارفعي صوتك قليلا رجاء. صباح الخير. صباح الخير. صوتك فقط الرفيع رجاء حتى اسمعك مليح. نعم اول مره نتصل راني شويه بيرتوربي. مالها نخليك مع زهره. صباح الخير ومرحبا بك واهلا وسهلا. شكون معنا ومن وين باش نبداو نحكيو؟ انا اسيا من الجي. نعم اسيا من الجي. انا سمعت الجي الاسم ما سمعتوش. اسيا من الجي مرحبا اهلا بك اسيا. صباح الخير واش حوالك صافا اسيا راكي معايا؟ نعم مرحبا بك اسيا. اسمعني فقط من التليفون من فضلك ما تسمعنيش من التيلي. حبيت نسقسيك اولا نبداو العيد غاليه بزاف هذا العام. وي عندك ولاد سيده اسيا؟ نعم عندي طفلين. اها تكساو ولا مازال؟ كسيتهم الحمد لله. سقامت نعم. غالية ولكن كسبة العيد غالية بزاف يعني يحتاج اللي ما عندوش. صح هذا واش كنا نتكلموا صح 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 مع الأسف. وكيفاش كيفاش كيفاش الكبار شرينا الحمد لله الحمد لله. بصح كيفاش وفقتي في الأمر؟ رحتي كنتي عارفة بلي أسعار في بلاصة مليحة ملاح ورحتي ولا رحتي مباشرة ولقيتي الأسعار؟ أنايا شريت قبل العيد، شريت في شعبان. في شعبان قبل رمضان يعني؟ نعم قبل. حضرتي روحك تري بيان. وانت يا ما شريتيش؟ سي واش شريتي؟ نعم شريت حجاب. ما شاء الله ما شاء الله تري بيان. وتاع وصبحه العيد شريتي قنيدره تلبسها في صبحه العيد؟ قنيدره هي تصغير تاع قندوره. لا لا شريت حجاب حاجه جديده. حاجه ما شاء الله تري بيان. بصحتك بصحتك تلبسوا بصحه ولهنا. الله يسلمك الله يسلمك يعطيكم الصحه. شكرا لك. يعيش الشروق يعيشك. شكرا الله يخليك. إيه صحة عيدكم وصحة رمضانكم وربي يعيشكم نشاء. يعطيك الصحة الله يسلمك. صحة عيدك انت تاني كل عام وانت بخير وكل العائلة تاعك. شكرا. نعم. مع السلامة سيدة آسيا. نذكركم يا ناس يا طيبين انه
هذا الثنائي تلاقوا به في اول سهره من عيد الفطر المبارك. نعم. على قناه الشروق تي في بلاطو رائع جدا. هذا الثنائي اللي تعودتوا عليه حتلاقوا به في سهره العيد، السهره الاولى على قناه الشروق تي في مع بلاطو رائع وضيوف مميزين. نعم اكيد ضيوف مميزين بتمييزكم انتم مشاهدينا الكرام، وانتم ايضا اللي خليتوا هذه القناه تكون في الرياده. أكيد. فبذلك قناه الشروق هدت لكم سهرتين يومين متتاليين، في اول يوم راح نكونوا انا وصلاح، ثاني يوم ان شاء الله راح يكون ثنائي اخر لطفي عيشوني وسميه سماش راح يطلعوا عليكم في السهرات. لكن الصبيحه نعم. كذلك من هذا البلاطو راح نعاودوا نرجعوا لعاده صباح الشروق، ولكن عيد الشروق صباحه. نعم. عيد الشروق مع الزملاء راح يكونوا حاضرين معكم طيله ايام عيد الفطر، يعني اليوم الاول اليوم الثاني راح نكونوا معكم من صبيحه حتى للظهيره خدمه. نعم. لكم يا ناس طيبين، فاهداءاتكم مرحبا بها. قلت لهمش في اول يوم راح تكون زميلتنا المتالقه ايمان جنادي في الافتتاحيه مع الزميل كريم بوباكور. نعم. وفي اليوم الثاني راح تكون إكرام كفيف مع الزميل يحيوي يوسف يحيوي اللي تعودتوا عليه في الشروق. نعم اكيد راح يطلعوا عليكم ثلث هذ اليومين، دونك راح نكونوا معكم ان شاء الله في العيد يومين، خاصه للجاليه الجزائريه ان شاء الله نمدوا لكم ريحه العيد، والناس ايضا اللي يسكنوا بعيد يعني اللي ما عندهمش زيارات ولا، راح نكونوا احنا هما ان شاء الله ضيوفكم في دياركم ثلث يومين صباح وفي الليل ان شاء الله. وعلى هذا الصبيحتين كامل راح ترأس عليهم زهور غربي عمل كبير قامت به وراح تقوم به في هذا اليومين، فربي يكون معهم مختلف الزملاء ومختلف القطاعات اللي راح تنشط خدمة للمواطن في هذا عطلتي عيد الفطر، منهم سلك الأمن، سلك الصحة. نعم. سلك الموظفية المداومة كذلك خدمة للمواطنين، فنحب نشكر هاد الناس ونقول لهم ربي يعينكم في هاد العواشر. نعم أكيد، وأنا نشكر كل اللي كانوا قائمين على الشبكة البرامجية لهذا الشهر على رأسهم بثينة فضيل اللي كانت قائمة على البرمجة، وأكيد حسين فرجي اللي كان قائم على كل ما هو اختيار للشبكة البرامجية اللي كانت موفقة. صح. الحمد لله. أكيد. نعم. زملائنا في قسم الإعداد اللي تعاملوا معنا وصبروا علينا، وكذلك زملائنا في القسم التقني فاروق لياس شيفا المخرج ياسين بن عودة مهندس الصوت رضا مسؤول البلاطو رضوان كسري وكل الزملاء اللي تعاونوا معنا، وكذلك زملائنا من قسم الملتي ميديا واللي سيروا صفحات قناة الشروق تي في على فيسبوك انستغرام تويتر فيسبوك تيك توك وكل المنصات اللي كانوا يتجاوبوا معنا ويقدموا في كل دقيقة كانوا يقدموا لكم ما يبت عبر المباشر. نعم أكيد، وعنا إهداء موصول للأرطوفونية أخصائية الأرطوفونية عفوا هجيرة كانون اللي حبت تتواصل معنا لكن تعذر عليها التواصل لضغط في المكالمات، نقول لك تحية ليك وشكرا، وكأنه الشكر تاعك وصل وسمعناه. طبعا. نعم. وشكرا كذلك لكل الأساتذة والمختصين والأطباء وكل الناس اللي حضرت معنا طيلة هذا الشهر الفضيل وكانت فادتنا بعلمها وفادت المشاهدين من خلال الفقرات دياله سواء الدينية الاجتماعية وكذلك الطبية. نعم أكيد، وأنا نشكر كالعادة زميلي اللي كان معي في التنشيط طيلة هذا اليوم طيلة هذا الشهر عفوا الفضيل. حملتيني شوية. كنت عايز عفسة أنا رمضان هك. اليوم غالب أقول معلوماتكم دونك صلاح ديما. ثم هكذا آخر يوم تكشفيني. شكرا لك. سعدت بزاف بالتقديم معك وأتشرف أنا ثاني والحمد لله يعني نحس روحي. سمحي لي زعلتك. لا ما زعلتك. لاباس عادي. زهرا نذكركم نقول لكم أنه التعامل معايا كإياد وكأناجي. وي وي حبيبي. سافتني للطرف، وكذلك زهور كذلك تعاملني كابنها وكل الناس اللي تعمل معايا كوني صغير فيهم فيتعاملوا معايا يفشوني شويه. والله غير كبير عليا بعام. ولكن في العقليه شويه كبير علينا زهره كذلك. يعطيك الصحه. نقول لكم شكرا لكم يا ناس طيبين. نعم شكرا لكم ايضا، ان شاء الله نبقاو دائما عند حسن الظن وان شاء الله تبقى هذه القناه دائما في الرياده بكم انتم مشاهدينا الكرام. بقوا على خير، بقوا اوفياء لبقيه البرامج. جيتكم الو شيف اليوم يا درا واش من كاطو راح يديروا لكم. انا ونتبع معاكم في الو شيف. نعم تحيه لكم يا سماشي كرامتي.